أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. أصلي إلى الله من كل قلبي أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة. حديثنا في هذه الحلقة عن صرخة المتألمين. عم نشوف ومنسمع صراخ في كل مكان، صراخ من سوريا، من فلسطين، من العراق، ومن دول كثيرة ولا سيما في الشرق الأوسط. هذه الصرخات ضد الظلم الاجتماعي، ضد طبعا العنف والقتل والاضطهاد، وضد يعني الكبت وعدم الحرية. فالناس تصرخ وتتألم لأنها فعلا فقدت كل شيء، فقدوا بيوتهم، أراضيهم، وكثير من أملاكهم، وكثير من الناس فقدوا الحياة. يعني في كثير أحباء اللي قتلوا في هذه الأماكن اللي فيها اضطهاد شديد. واليوم رح نتكلم بالتحديد عن العراق. احنا كان تركيزنا في السنة اللي فاتت على سوريا، وما زال تركيزنا على سوريا، لكن اللي بيتذكر من سنتين وأكثر كنا نركز كثير على العراق، وكان نقول العراق في يد الرب. وبحب أذكر كل مشاهد أنه الكلمة الأخيرة للرب. حتى لو بتشوف الدمار، بتشوف العنف، بتشوف طبعا عدم السلام والقهر والإذلال في كل مكان، لكن في إله الذي يسمع الصراخ. الشعب العبراني في القديم في سفر الخروج كان تحت العبودية في أرض مصر أكثر من 400 سنة، وبعدين الكتاب بيقول صرخوا والرب سمع أنينهم وسمع صراخهم ونزل لينقذهم. وأنا بدعو اليوم فعلا أنه نصرخ من قلوبنا للرب، أنه يتدخل في أوضاعنا ويتدخل في شرقنا العربي، ونبتدي نشوف أيام الفرج وأيام الخير ترجع وتعود إلى بلادنا. أحبائي، أنا بشجعك تشاهد هذه الحلقة، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم، وبرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ليكن نور. لربما أنت في عندك صرخة في قلبك وألم معين، أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة، لأن الله يسمع صراخ المتألم. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. إخوتي وأخواتي، يسرني أن أستضيف إلى ليكن نور الأخت إنصاف صافو. الأخت إنصاف هي خادمة للإنجيل، بتخدم الرب، وعلى قلبها خدمة المهجرين واللاجئين النازحين في الأماكن المتألمة في العراق طبعا وفي أماكن أخرى. أهلا وسهلا أخت إنصاف، إحنا منرحب فيك في هذه الحلقة. شكرا، أهلا وسهلا فيك. طبعا أنت كنت في الماضي على برنامج ليكن نور. نعم. و يعني حتى من خلال البرنامج من سنوات وأنت ما زلت بتقومي بنفس الخدمة. نعم. أعطينا بس فكرة عن خدمتك شوي أخت إنصاف. أنا بلشت أروح أرجع للعراق من سنة 2003، أروح مرتين في السنة، يعني كل 5 شهور شهر في العراق. من البداية الرب دعاني أرجع إلى بلدي العراق اللي تركتونه سنة 94.
لكن قلت له بالضبط يا رب شنو اللي تريده مني؟ فالرب وضع على قلبي أختي المرأة العراقية. إحنا كنساء نحمل على كتفنا مشاكل البيت والعائلة والأهل، دائما نحتاج إلى كتف نبكي علينه أو حضن حتى نحس بالراحة، وماكو غير حضن يسوع اللي هو نرتاح فيه يعني. فالرب دعاني أن أكون أنا هذا الكتف. أيوة. لأخواتي السيدات، وطبعا لأنه المنطقة كلها معرضة للخطر والحرب، وأكثر ناس اللي بتتضرر بصراحة هي النساء. صح. والأطفال الأبرياء يعني. تمام. اللي بيقعوا بين النار. صح. يعني إحنا مجتمعنا الشرقي هو مجتمع ذكوري، دائما المرأة هي اللي تجي بالمؤخرة، يعني آخر شخص اللي تحمل مشكلة الزوج والأولاد وأهله والجيران وكل الأمور، لكن أبدا ما تفكر بنفسها، يعني دائما هي ضحي من أجل العائلة. فالرب وضع على قلبي أنه هاي المرأة اللي هي دائما مضحية، ليش ما نكرمها؟ ليش ما نقل قيمتها في المسيح؟ امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ. هي محتاجة أنه نروح نقلها أنه يسوع يحبك، أنه أنت قيمتك عظيمة، قيمتك دم يسوع الذي مسكتك على الصليب من أجلك، أنه أنت الرب عطاك الحكمة، عطاك المحبة، وضع في المرأة من أحشائه المحبة. فالمرأة إلى مكانتها عظيمة في العائلة، ولما إحنا هاي المرأة نسندها من خلال تعرف قيمتها في فكر الرب، وتعرف أنه الله يحبها وأنه هي مهمة، لما هي راح تنبني وترجع ثقتها في نفسها من فكر الله، بالتالي راح تكون زوجة تسند زوجها، تكون مربية جيدة لأطفالها، تكون ابنة بارة لعائلتها، وتكون صديقة حكيمة لصديقاتها وللجار وللآخرين. فبالتالي إحنا من نخدم هذه المرأة إحنا دا نخدم العائلة كلتها من خلال المرأة. طبعا من سنوات مثل ما بتعرف أنا كنت بروح على شمال. نعم. العراق، وأكثر المهجرين من سهل نينوى. نعم. وطبعا منطقة الموصل وكل القرى والضيع المحيطة بالموصل. لما كنت أسمع القصص طبعا صعب الواحد يتصور، فعلا صعب يتصور كم من المعاناة وكم من الألام، إنه يعني أغلب الناس يعني ركضت بالصحراء بدون أي شيء، يعني حتى المحبس الخاتم أخذوه من إيديهم، وأي شيء يمشوا فقط في الصحراء. ففي كتير ناس عندها يعني نوع من المرارة والغضب على اللي صار في هذا الوضع، ولا سيما يستخدم الدين في قهر وإذلال هؤلاء الناس. نعم. يعني أنا لما صار التهجير بالبداية رحت للعراق في شهر 7، فعلا التقيت بعوائل هسه كانت تطلع من الموصل من السيطرات، أن أخذت سياراتهم وأخذت غراضهم ووصلوا، كانوا تعبانين جوعانين، يعني فقدوا كل شيء يعني خلال ساعات. فإحنا يمكن ما نقدر نتخيل هذا الأمر، لكنه ناس فقدت يعني أجوا من صفر. فهذا الشخص اللي هو فقد كل شيء، شنو ممكن يعزينه أو شنو ممكن يداوينه غير يعني المحبة اللي نقدم له إياها من خلال معرفتنا بكلمة الرب. ودائما المحبة لازم تكون عملية، يعني ما يكفي أنه أقول له أنا الله يحبك، لازم أشوفه أنه الله يحبه. هو جوعان، ما ممكن هو جوعان وأنا أقول له الله يحبك، لازم يشبع حتى يعرف أنه الله هو اهتم بالجائع، اهتم بالبردان، اهتم بالمريض. ففعلا خلال هذه السنوات يعني كلها اللي، والشعب العراقي شعب يعني يعيش الألم من سنين، يعني هاي مو بس شغلة السنوات الأخيرة. يعني أنا كعراقية يعني عشنا حروب وعشنا أزمات كثيرة، والعراقي مجروح يعني من كثر الجرح حتى دموعه نشفت، يعني خسر أحبائه بالتهجير أو بالموت أو بالمرض، عجز عنده.
يعني أنا وين أكون قاعد في بيتي وعندي شغلي وكل شيء، وبعدين خلال ساعات أنا أصفى في الشارع ما عندي ولا شيء. فيعني حتى النفسية انهارت يعني فوق كل الأمور، يعني تعبان. زين هذا الإنسان اللي الله حبه وخلقه على صورته، هذا الإنسان اللي يسوع ترك السماء من أجله وجاء وانصلب من أجله، محتاج يعرف أنه هو عنده قيمة عظيمة في فكر الله. هو محتاج يعرف أنه يسوع يحبه. طيب كيف يعرفه؟ من خلالي ومن خلالك ومن خلال كثير ناس أمناء زاروا العراق في هذه الفترة وقدموا الإيمان العامل بالمحبة، يعني حكوا عن يسوع بطرق عملية شوفتهم محبة الله. طبعا احنا عم نشاهد الشاشات التلفاز وعم نشوف انه عم بحاولوا يحرروا الموصل. نعم. من داعش. هل هذا يعطي رجاء او امل للناس اللي فقدت بيوتها اخت انصاف؟ طبعا هذا الفكر كان موجود قبل ما يبلشون بعمليات تحرير قرى سهل نينوى. يعني الناس كانت تعيش، يعني اول مره عاشت في خيام، بعدين تحولت إلى كرفانات، وقسم منا عاشت في بيوت، يعني 5-6 عائلة في بيت واحد. فيعني الكرامة يعني انتزعت من الإنسان، ماكو خصوصية للعائلة. فيعني تجرد الإنسان من إنسانيته. كان عندهم أمل أنه لما تبدي تتحرر القرى رح يرجعون إلى بيوتهم. يعني كانوا يفكرون أنه أوكي ممكن أنا أرجع لبيتي، أصبغ شوية الحيطان أو أعمل شوية أسلاك الكهرباء. لكن لفهمت أنه في كتير ناس مش عم. لكن اللي شافونه أنه بعد ما تحررت راحوا شافوا بيوت متدمرة كليا. يعني أنت ما تقدر تعمر بيت $1,000، راح تحتاج ألافات. حتى أساسات البيوت يعني خربت. ليش؟ لأنه شافوا أكو أنفاق تحت البيوت، يعني كل 10 بيوت أكو أنفاق مفتوحة من بيت إلى بيت. طيب هذا شلون رح يجي يعيش يسكن بالبيت؟ يعني شلون يأمن أنه ما يطلع له واحد من النفق يعني؟ وبعدين حتى لو ما طلع له أحد، زين أساسات البيت كلها تهزت، يعني ما بقى فيش أمان، يعني ما فيش أمان. فصار الناس خيبة أمل، يعني كان عندهم أمل أنه بعد التحرير يرجعون. هسه حتى بعد التحرير ما رح يقدرون يرجعون، لأنه أكو كثير أمور محتاجين شروط الأمان. يعني أنا من أروح أعيش في بلد أو في بيت لازم أحس بالأمان من جاري، أحس بالأمان من أمشي بالشارع، أحس بالأمان في كل شيء. بس ماكو حياة بعد بهاي المكان. ليش؟ لأنه الدمار هو أكبر مما نتخيله في عقلنا. وانت بتتكلمي عم بفكر بالآية التي تقول تحب الرب إلهك من كل فكرك، من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. كيف بتفهمي هاي الآية من خلال الأحداث اللي منشوفها اليوم في العراق؟ صح. أنا أحتاج كشخص عانى كل هالمشاكل والظروف، أحتاج أحب نفسي. بس حتى أحب نفسي لازم أعرف أنه أنا محبوب. فمنو البشر محبته إلي متغيرة متقلبة حسب الظروف، لكن المحبة اللي غير مشروطة، المحبة التي هي لا تزيد ولا تنقص، المحبة اللي هي دائما كاملة، هي محبة الله إلي. فأنا لو إنسان أعرف قيمتي في المسيح، وأعرف أنه أنا محبوبة من الله، وأعرف أنه مكانتي أنا في الله، فرح أبدي أحب نفسي اللي أحبه المسيح وفدى نفسه من أجله. فمن أحب نفسي فيغمرني الحب، فأحب جاري وأحب زوجي وأحب عائلتي وأحب الناس اللي حوالي في مجتمعي، بغض النظر عن الدين والطائفة. إحنا نحكي عن شعب لما تقع القنبلة، القنبلة ما تسأل أنت شنو دينك، تقع وتقتل. لما يجي واحد يحرق هو ما يجي يقلك أنت شنو، هو يحرق. فأنا كإنسان أحتاج أن أحب نفسي وأحب الآخرين من خلال علاقتي مع الله. أحب الرب إلهي من كل قلبي، من كل فكري، من كل نفسي، من كل قدرتي، وأحب قريبي كنفسي. فهذه الآية فعلا لو أنا عندي هذا الحب راح أحب الآخرين، أكون حتى إنسان إيجابي بالمجتمع مالتي، أكون فرحان، ما أكون مهموم، ما عندي كآبة، ما عندي ستريس،
حتى لو صار عندي مشاكل أعرف إلهي حي، الإله الذي انتصر على الموت والقبر والأكفان، إله القيامة هو يعيش فيه في داخلي. فلما أعرف أنه إلهي حي ويعيش في داخلي، شنو من مشكلة راح تواجهني؟ ممكن أكو ناس تقول طبعا أنت بطرانة ما عايشة ويانا بالخيمة، يعني ممكن أحد الأشخاص، لكن أنا رد أقلكم أنا نفسي عشت لاجئة 7 سنوات في بلد ما، وعشت في أبسط البيوت واشتغلت في أبسط الأشغال من أجل بيتي وعائلتي. فأنا ما أحكي وياكم من راحة، لكن اللي أنتم تذوقونه هالأيام أنا ذقتونه لمدة 7 سنين، مو سنة وسنتين. أخت إنصاف، يعني بحس إنه الله عنده هيك خطة خاصة ومحبة خاصة للعراق. نعم. بغض النظر شو اللي عم نشوفه في العيان، لكن حتى من قديم الأيام، يعني نينوى، الرب أرسلها نبي، النبي يونان، وفعلا لما تكلم برسالة الرب رجعت وتابت وعاشت، يعني ازدهرت 100 سنة لأيام النبي نحوم. لكن يعني أنا عم بشوف إنه الله فعلا له بصمة خاصة. نعم. أنبياء كثيرون اللي كانوا في أرض ما بين النهرين، كتير رسائل طلعت من العراق، وأكيد في مخطط إلهي للعراق في آخر الأيام. أعطينا بس فكرة، يعني كيف ممكن ندرك هذه الأمور، يعني بين خطة الله وبين الألم اللي عم نشوفه أو اللي بتعاني منه الناس في هذه الأيام. إحنا أكو آية أنا أحبها كثير، يقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. في آية أخرى أيضا حلوة، يقول ويخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. أكيد. فعلا إحنا لو نشوف الوضع العام في العراق أنه حرب، قتل، ذبح، لكن الله بذاته موجود في وسط الألم. هو دا يعلن عن شخصه للناس من خلال محبته، إلا من خلال وجوده وقربه، من خلال تسديد احتياجاتهم، من خلال أمور كثيرة. يعني هسه أكو مثلا ناس، يعني من بدأ التهجير ولغاية هسه أكو ناس عايشة بكرفانات، عايشة ببيوت، عايشة في خيام، عايشين، لكن تشوف أنه يد الله ما انقطعت عن تسديد احتياجات هذولنا. ما يشتغلون، ما عندهم راتب، لكنه ما فد يوم ناموا بلا عشاء ولا ليش، لأن أكو الله ثقل على قلوب هيئات وناس تعمل من خلال يعني الستائر حتى تسدد احتياجات هذول المهجرين. منو؟ الله. الله هو اللي يثقل على قلوب الناس. فإلهنا هو حي، هو موجود. بالعكس، أنا أعرف كثير ناس اختبروا حضور الله في حياتهم وشافونه من خلال الألم، من خلال هذه الظروف اللي هم يعيشون بها. لاحظت أنه المناخ الروحي، نعم، بعكس ما منشوفه أنه أحياناً في الضيق، في الألم، في حتى في الموت، في الموت الله عنده مخارج. حتى من خلال كل هذه الأمور الصعبة عم بشوف المناخ الروحي بالعراق، نعم، مفتوح جدا، لدرجة لما كنا نروح نخدم كنا نشوف أعداد كبيرة من الناس اللي ترجع للمسيح. أمين. مش أنت كمان بتشوفي بالخدمة طبعا؟ صح. من خلال إحنا خدمتنا، يعني أنا يعني رب ثقلني بالخدمة السيدات، فمن نروح نعمل خدمات للسيدات، يعني نعمل لقاءات للسيدة، نقضي وقت مع بعض، نرنم ونسبح لإلهنا، نقرأ من كلمة الرب ونحكي أمور تخص المرأة، وبالتالي وهي طالعة ممكن نعطيها فد هدية بسيطة. هذه الهدية هي شيء شخصي إلى للمرأة. وهذه من وين جت الفكرة؟ يعني إحنا قبل شوية ذكرنا أنه إحنا مجتمعنا ذكوري، والمرأة في مجتمعنا الشرق الأوسط هي المرأة المضحية. يعني أنا لو جبت أي مبلغ مهما كان قيمته وضعتونه بيد امرأة وقلت له اصرفينه، راح تفكر كيف ممكن تصرف، شنو أولاده محتاجين، شنو زوجها محتاج، شنو بيته محتاج. آخر شيء تفكر بينه هي نفسها، وإذا فكرت ما راح يبقى لها شيء.
فإحنا من خلال هاي الخدمات اللي نسويها للسيدات نحب نعطي للمرأة شيء شخصي لها، نعطيها الأشياء اللي هي يعني تستفاد منها كشخصية، تطلع محملة بيها، ونقلها كل ما تشوفين هذه الأشياء تذكري أنه عندك أخوات في مكان آخر يصلون من أجلك، يحبوك، أنت غير منسية، أنت غير متروكة. وخاصة إحنا نروح للقرى يعني اللي بيها المهجرين اللي بالشمال، اللي تقريبا تعتبر قرى منسية، فالمرأة تقول أنا قاعدة هوني بهاي القرية منو يتذكرني، لكن إحنا من خلال الخدمات نريد نقول لا، أنت من منسية، أنت في فكر الله، أنت في قلب الله. ولما نقضي هذا الوقت مع بعض وناكل لقمة مع بعض وتروح البيت محملة بهدية شخصية إلها، ودائما نقول لك كل ما تحسين انه انت صرتي داون او تعبتي طلعي على هالاشياء وقولي الله ثقل على ناس انه يجون من مكانات حتى يقولوا لي انه الله يحبني، فترجع ثقتك في الله من جديد. لما بتسمع كلمه صرخه المتالمين ايش بيخطر في ذهنك؟ الصرخه هي صرخه الم، وانا متاكده شعبي في العراق يصرخ كثير. يعني أنا لما أفقد ابني أصرخ، من أفقد أهلي أصرخ، من أفقد أحبائي أصرخ، من أفقد بيتي أملاكي أشارك في يعني في قصة عائلة تعرفت عليها بداية التهجير، كانوا عائلة رائعين جدا يعني، وصاروا بالنسبة لي أصدقاء يعني صاروا عائلتي، فكل ما أروح العراق لازم أزورهم ونقعد نشرب شاي وهالشكل. واحدة من بناتهم تعرضت إلى استنشقت فتشي وصار عندها بالرئتين مالتها يعني خربت الرئتين، فبعثوا لي قالوا هتحتاج إلى تغيير رئة ممكن تساعديها. طبعا أنا يعني شنو أقدر أسوي، رفعت تقارير إلى بعض الأطباء ومن يعني وبقينا نصلي من أجله. ورا فترة شفتوا بالأخبار إنه هي انتقلت اللي تكون مع الرب يسوع، حسيت أنا بالعجز، حسيت بالألم، بكيت، قلت له يا رب يعني طلبوا مني أساعده بس ما قدرت أساعده، يعني حسيت أن أنا أيضا صرخت، يعني صرخت معاها، صرخت لأنه أنا ما قدرت أساعده. طيب أنا هاي أعرفها وما قدرت، وحسيت بالعجز، وش قد أكو ناس مثل هاي الأخت ومثل هالسيدة، إن كان يعني كبار السن أو أطفال أو نساء، بسبب هالظروف يفقدون أحباء بسبب قلة الطب أو قلة الدواء أو قلة الفلوس، هاي كان محتاج أن تسافر برا وتتغير الرئتين مبالغ. فهذا العجز فعلا يطلع صرخة من الأعماق، صرخة العاجز، صرخة المتألم. أخت انصاف، رح نأخذ فاصل قصير وبعدين نرجع نستكمل حديثنا، وبنفس الوقت بحب أشجع كل مشاهد إذا بتحب تتواصل فيك تتواصل معنا، خطوط الهواتف مفتوحة الآن أمامك، فيك تشاهدنا على الفيسبوك كمان لايف، وفيك تتواصل عن طريق السكايب أيضا. سأعود بعد هذا الفاصل. أهلا أعزائي المشاهدين، أنتم تشاهدون ليكن نور، ومعي الأخت إنصاف من العراق، خادمة الرب بتخدم مع النساء في المناطق، المهجرين والنازحين اللاجئين اللي بمروا بمعاناة شديدة، نصلي من أجلها وكمان ندعم خدمتها بنعمة الرب. خليني أخذ مكالمة أولى من أبو أشور من الولايات المتحدة. أهلا وسهلا أبو أشور، أنت معنا على الهواء.
مرحبا احبائي، انت واختي اثنيناتكم، الله يطول عمركم، خلي شبابكم وان شاء الله تعطونا محبه ورحمه المسيح والزياده والصلاه وكل شيء لهذا المسيح المضطهد مو بس بالعراق، شرق الاوسط كلها. نعم نعم حبيبي، قبل كل شيء بدي اقول لكم الوضع بالموصل هاي اول، هاي مش كانت اخر مره ولا بتصير اخر مره كمان، لانه حضور كل انسان مؤمن بالقران ما تاخذني إنسان 11 هو لو تعرفوا ماذا عملوا باليزيديين وشعبنا المسيحي، حتى الله استغفر الله عم بجن استغفر الله أقول هالكلمة، أكثر من 600 بنت ونسوان يزيديات بيد 11 ببيعوا مثل حيوانات مثل الدبا، ببيعوا لأتراك لأفغانستان لباكستان ولسعودية لغيره وغيرهم، ما هذا قليل منهم من المسيحيات كنيسة الكلدات والكنيسة الأشورية قليل منه والسريانية الكنائس يعني. حبيبي هذا كله سبب مين؟ سبب المسيحيين الأوروبيين اللي كمان بيشوفوا من سنين هالإرهاب الإسلامي، لما وصل الإرهاب الإسلامي بالأوروبا شوية ها فهموا وعرفوا شو هو شريعة الإسلام، إبادة المسيحيين واليهود وكل. أنا كنت بالجيش، أنا أريد أقول لكم فتشي الله يرضى عليكم، خذوها في 1967 أنا كنت جيش عراقي سوري مغربي، كان يقول إذاعة سوريا اذبح تربح لا ترحم أبدا أعدائك، اسحب واسحق دمر واحرق، ميراث طيارك مهزوم نص العرب، أين النصر يا إسرائيل، البحر من ورائكم العدو أمامكم، اليوم السبت انتبهوا، اليوم السبت بكرة الأحد، اليوم السبت فضؤوني، هذه هي كلام 100% من إذاعة سوريا. قبل 10 سنين قذافي وهذا شو اسمه تبع فلسطين خالد مشعل، يا اوروبا جاي الاسلام عليكم صيروا اسلام قبل فات الاوان، هل اوروبيين هل اباء امريكا كمان بيبيعوا كنائسهم للاسلام، يعني الشيء هذا مو ذنبهم وذنب المسيحيين كمان بالشرق الاوسط، ما تاخذوني بهالكلمه استعربوا الكنيسه الوحيده اللي ما استعربت الاشوريين، لانه نحن تاريخ حضاره قديمه انت بتعرفوا مثقفين انتم. يجي اخوي من كنيسه كلدار، اخوي اختي لا راني عربيه لا راني انا ما كذا ما اسلم اشرف منكم، سريانيه كذلك انا الظهرانيه اليوم ذبحونا كلياتنا، اذا ما في اتحاد بين المسيحيين بيناتنا مو بس الشرق الاوسط، حتى بالمصري بالصومال بالسودان لازم المسيحيين كل انحاء العالم. ابو اشور هذا وحوش ونور ما تاخذين بالحلمة. ايوه لا لا ابو اشور ما بدنا يعني وصلت رسالتك، بس خلينا ننتبه لالفاظنا على التيار، احنا بنصلي حبيبي لمسيحيين في العراق بنصلي طبعا، احنا هاي الحلقه عشان نصلي من اجل العراق اخ ابو اشور، شكرا جزيلا شكرا. انا خاصه اخواننا اليزيديين منصلي كمان من أجل أحبائنا اليزيديين والكل، كمان منصلي لكل الشعب العراقي حبيبي، ربنا يبارك وتمنى المحبة والوحدة المسيحية يا ربي. أهلا أهلا شكرا شكرا، يعني واضح أنه القلوب مليانة، لأنه كمان صعب الواحد يستوعب أنه القتل باسم صح الدين صح، ولا سيما ناس أبرياء ما عملوش أي ذنب يعني ما عملوش أي شيء تمام، فليه لأنه كونهم مسيحيين صح يعني. طيب ناخذ مكالمة تانية من أبو مهند، تفضل أبو مهند، أهلا وسهلا فيك، أنت معنا على الهواء. مساء الخير. مساء الخيرات أبو مهند. تحية محبة للأخ نزار شاهين. شكرا أبو مهند. ما تكلمتش معاك. أيوة. عندي هذه الكلمة، قال أرمي النبي يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع لأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. أرمية 9-1 هذا ما قاله النبي لما رأى ما حل بشعبه، كان ضايقه الصوت عم بروح أبو مهند، ونحن ماذا نقول على هذه الأحداث التي تحدث في بلادنا العربية، سوريا، العراق، اليمن، مصر، ليبيا، ماذا نقول؟ ماذا نقول إذا أرمي النبي قال
ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع لأبكي نهارا قتل أبناء شعبي. شكرا 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 أبو مهند، أنت في محبتنا وفي صلواتنا كمان أبو مهند، ربنا يباركك ربنا يباركك، شكرا جزيلا. أي تعليق أخت؟ هاي الأخ كان لما دا يحكي أنه إحنا محتاجين نتوحد بالقلوب، الأخ أبو أشور. أبو أشور والأخ أيضا جت على بالي هاي الآية من إرميا 29 اللي أحبها كثير، يقول فتدعوني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. نعم. يعني كلتنا يكون عندنا قلب واحد. نعم. يعني نتوحد في الفكر في القلب، نرجع مثل الآية اللي قلنا نحب الرب إلهنا من كل قلبنا وفكرنا ونفسنا وقدرتنا، يعني نتوحد في المحبة، نتوحد في الطلبة، نتوحد في الصلاة. والرب يقول إذا إحنا اتحدنا في الأمر هو إيش راح يسوي؟ فأوجد لكم يقول الرب وأرد سبيكم. إحنا وين إحنا هسه؟ مزبيين صح؟ مشتتين، مزبيين، طالعين من بيوتنا ومهجرين، لكن لما نتوب ونرجع ونتوحد ويرجعنا إلى بيوتنا ويكمل وعده لنا. فعلا إحنا محتاجين. وهسه قبل شوية كنت أحكي مع أخ في العراق، يعني خبرتوني وقلت له شنو أكو طلبات على قلبك، فأول طلبة أنطانيها هي هاي أنه صلاة من أجل الوحدة والقلب الواحد بين الشعب بين الناس المهجرين. كلتنا مصيرنا واحد الهجرة، لكن محتاجين أنه نفكر، يعني نصلي ونتوب إلى ربنا حتى ينظر إلى السماء ويرجع لنا ويرجعنا إلى بيوتنا وأماكننا. خلينا نأخذ كلمة من غالب من الولايات المتحدة. أهلا وسهلا غالب، أنت معنا على الهواء. مرحبا أخي نزار، كيف الحال؟ يا هلا يا هلا، أهلين. طبعا أنا لي مداخلة بالنسبة لل تفضل غالب. نعم، الصرخة اللي أنت يعني ذكرت بدايتك إنه الإنسان لما بصرخ إنه في 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 شيء بقلبه أو في معاناة وألم. طبعا هي الأمر بكل وضوح، الإنسان لما بصرخ بيكون أكيد ربنا حط يعني في غضب إلهي بالحالة هاي، في شيء الإنسان عمله. لو كل إنسان يعني خاصة اللي صار بالعراق وبسوريا، كل المسيحيين راجعوا أنفسهم شو ليش بصير معهم هيك، لكن عرفوا السبب، أو إذا ما عرفوا ربنا بيخليهم يعرفوا السبب وبالتالي بيرجعوا عنه بيخلصوا من كل البلاوي كلها. هاي هي المداخلة غالب. لا أنا مش ما صوت كان في أوكي. فلا لسه لا. طبعا كل المسيحيين مع الأسف بعيدين عن المسيحيين، وكل المسيحيين أنا مش عارف، بس أنا في حاجة. تفضل غالب، أنا سامعك حبيبي. طيب، فطبعا المشكلة هون بالمسيحيين إنهم بعيدين عن المسيحية في نزار، يعني لو هم قريبين منه ما بيصير كل اللي بيصير هذا كله، فهو اللي بيصير هذا كله بسبب إنهم مش متماسكين بالمسيح بثقة وبقوة. اثنين متفرقين. يعني سمعت من سنتين مطران بالعراق من أحد الكنائس، يعني صلى بيقول احنا بنحتفل بعيد القيامة بعيد فرقتنا وليس بقيامة المسيح، وهذا صحيح. طب كيف الرب بده يوفق بده يكون مع المسيحيين وهم متفرقين اصلا؟ يعني فالصرخة مهما كانت من القلب لازم يتبعها اولا توبة، ومن ثم بعد التوبة اتحاد للمسيحيين، لانه بالقوة قوة المسيحيين حتى في بداية المسيحية لما يتحد المسيحيين كان يشكل قوة رهيبة، بحيث انه امبراطورية مثل الرومان ما قدرت، وبالتالي هي اللي خضعت الامبراطورية العظيمة خضعت المسيحيين. فيعني الامر بسيط جدا، هو فقط بالوحدة بالايمان والثبات على الايمان، هذا اهم شيء، الثبات على الايمان والوحدة الكنيسة وعدم تفرقها، لانه المسيح قال الذي لا يجمع معي الذي لا يجمع هو يفرق. فالمسيحيين ما شاء الله يعني كل وخاصة طبعا الرؤساء الكنائس الكبير هذول هم الملامين اولا واخرا، لانه الكنيسة اذا بتكون متفرقة مجزأة هم يجزأوا المسيح، وبالتالي ربنا ما راح يسامح بهذا الامر. شكرا شكرا اخ غالب، ربنا يباركك. لا هو الرب سامح يا أخ غالب لما فعلا
بيكون في صرخة للوحدة، والكتاب واضح بيقول: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. والكتاب بيقول: توبوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. وفعلا هذا اللي احنا محتاجين نشوفه أخت إنصاف، محتاجين نشوف أيام خير، أيام فرج. يعني أنا كنت في سوريا، كنت في العراق، كنت في أماكن كثيرة، وبلادنا بلاد خير، يعني مليان فيها موارد طبيعية، مليان فيها مصادر اللي ممكن تكون بركة للعالم، لكن في شيء كأنه بيحجز هالبركة عن بلادنا. تمام. فعاوزين نعرف الأسباب. يعني ممكن يعني ابتعادنا عن الله، يعني هو اللي يعني هو يجذبنا بربط المحبة، يعني نبتعد عنه بحياتنا، نلتهي بالشغل، نلتهي بالبزنس، نلتهي بالعائلة، نلتهي بأمور كثيرة، وما نقضي وقت مع الله، ما نقضي وقت مع كلمته، ما نقضي وقت في محضره. لأنه لما إحنا نبدي يومنا، يعني خاصة بداية اليوم، أو أول شيء نقول له صباح الخير يا رب، يعني نسمع كلمته، نقضي وقت، ناخذ بركة، ناخذ قوة، ناخذ حكمة، ناخذ أمور كثيرة حتى نقدر نعيش يومنا، لأنه العالم متعب، العالم متعب جدا. فلما يكون عندنا وقت مع الله طبعا راح يعني نطلع إلى العالم وإحنا متقوين، عندنا مبادئ، عندنا أساسيات، ما بسهولة نفقد مبادئنا من خلال التجارة والعمل. ليش؟ لأنه إحنا بدينا صح، بدينا يومنا صح في وقت مع الله. وهذا اللي جذب انتباهي ولفت انتباهي كتير لما كنت في شمال العراق وعم بتقابل مع اللاجئين، خسروا بيوتهم، ممتلكاتهم، خسروا كل شيء، يعني فعلا في عدة ساعات فقدوا كل شيء، اللي عليهم بس الملبس، لكن لاحظت أنه ما فقدوا الإيمان صح بالرب يسوع. مرة كنا أنا وأبونا أب بولس في العراق، كنا نزور عائلة، هاي العائلة كانت تسكن في أحد الهياكل، يعني الهياكل يعني هيكل عمارة بس ما ببني، بس العمد الأساس يعني موجود فقط. فكان هم ساكنين بهذا الهيكل، حاطين كارتون وحاطين أشياء حتى سووا منه بيت وفارشين بالأرض المطارح. فرحنا شكل يعني على غفلة دخلنا عائلة كبيرة، فقال هذول محتاجين أنه نتفقدهم ونزورهم. فدخلنا على غفلة وفتنا شفنا بنت صبية شابة من البيت قاعدة بالزاوية وفاتحة كتاب مقدس ودا تقرأ. فحتى هو أبونا بولس فرح كثير، قال له يعني برافو عليك، يعني هشكل باركة وشجعها. وقال أنا يعني كثيرش فرح، قلبي كبر لأنه دخلنا بيت، يعني هي ممكن تكون هاي البنت متذمرة، ممكن هي ما عايشة في بيت حقيقي يعني، لكن قاعدة رغم كل شيء بالزاوية فاتحة كتاب مقدس، دا تعزي نفسها في كلمة الرب، وفرحانة أنه هي دا تقضي وقتها مع الله، لأنه هي دا تستمد منه الحق، دا تستمد منه القوة، دا تستمد منه الفكر الصح. فهاي الإنسانة أنا متأكدة رغم كل الظروف الصعبة في حياتها، لكن هي تشوف الأمور في نظر الله بالنور. يعني لا الحرب ولا الاضطهاد ولا أي شيء ممكن يأثر على إيمان المؤمن صح. المتمسك طبعا في الرب. من ناحية في ناس متذمرة طبعا بسبب الأوضاع، لكن في ناس عم بتشوف اليد الإلهية في أمين. كل الأمور صح. والرب هو القادر على كل شيء. ومثل ما ذكرتي، حبيت الآية اللي ذكرتيها: يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. الله بيحول الأمور للخير. طبعا أنت لما بتروحي للعراق وعاد عن المساعدات، أكيد في كمان اللمسة الروحية اللي هي مهمة جدا. شو بتعمل مع الستات؟ احنا تكون خدماتنا يعني مع مجموعات وممكن مع فردية، يعني لو نعرف الست عندها مشاكل، تعرف بالوقت الحاضر مشاكل عائلية كثيرة،
ما أعرف إذا أنا أقدر أتطرق إلى هذا الموضوع. إحنا مجتمعنا الشرقي هو مجتمع الرجولي، يعني الرجل هو سيد البيت، هو اللي يروح للشغل الصبح ويرجع، هو يجيب الفلوس للعائلة، هو يسدد الاحتياجات، هو الأب اللي يجي نهاية اليوم الأولاد يخافون منه. لكن بسبب هالظروف الرجال فقدوا كثير من يعني المورد المالي أو أشغالهم، فصار عندهم مثل التعب، فالرجل ما بقى ياخذ دوره في العائلة مثل ما كان قبل. فهون تزعزعت العائلة، كأنه يعني تشكل تخربطت. فالمرأة يعني قاموا يأخذون أدوار متعاكسة، فتشوف أكو كثير مشاكل عائلية، مشاكل انفصال، مشاكل الأولاد. ففعلا إحنا يعني محتاجين نصلي من أجل العائلة، من أجل الرجل يأخذ مكانه الطبيعي في البيت والمرأة تأخذ مكانه الطبيعي، والأولاد يكون أكو حضور للأب، كرامة للأب، هيبة للأب في العائلة، والأم أيضا كزوجة تخضع وتطيع وتربي الأولاد. هذا هو الوضع الطبيعي للعائلة. فنحن من خلال الخدمات اللي نسويها نأكد على هذه النقطة مع الأخوات، وأيضا يعني نتكلم من كلمة الرب، يعني نفتح كلمة الكتاب المقدس، ويكون عندنا وقت جيد يعني من كلمة الرب الإنجيل، ونقرأ ونشرح ونفسر وننطي مجال للسيدات يسألون ونجاوب حتى تعرف هي كلمة الرب. ودائما يكون نحرص أنه يكون عندنا مثلا نقدم كتاب المقدس، أكو الكتاب المقدس المسموع مثل الهيدفون ممكن نقدمه، أو كتاب يعني نوفره إذا أحد يطلبه نقدمه. أكيد أكيد أنه ربنا يبارك يا أخت إنصاف. رح أخذ في عنا مكالمة على السكايب من أخ ميكواي. أهلا وسهلا أخ ميكواي، أنت معانا على الهواء. أهلا وسهلا أخ ميكواي، تفضل. سلام المسيح. سلام المسيح معك أخوي. سلام المسيح لحيك قسيس نزار. سلام المسيح للأخت إنصاف. الحلقة جميلة جدا النهاردة، بتلمس جرحنا. عندي سؤال ممكن أسأله؟ تفضل تفضل أخوي، تفضل بالسؤال. ألو؟ أنت معانا على الهواء، تفضل تفضل بالسؤال. طيب حاجة بالنسبة لل العراق، من ساعة ما تولى صدام حسين ولحد دلوقتي قصة من أعجب ما يكون. قصة شعب يعني عانى من ويلات حرب ورا حرب ورا حصار ورا فتنة طائفية ورا انقسام، شعب مهديش، مرتاحش، ما شمش نفسه. يعني مش حاضر أقول لك مثلا أنه هو قدر ياخد فرصته أنه يقوم بتنمية وبرخاء، لا، ده من حرب الحرب. وبالتالي السؤال هنا هو إيه ده؟ وليه العراق؟ ليه العراق كده؟ هذا هو السؤال أخ ميكواي. هذا هو سؤالك بس فقط أخ ميكواي؟ طيب بتحب تجاوب ليه العراق؟ يعني هو يعني هو مش بس العراق يا أخو يا أخ ميكواي، هو العراق وسوريا وفلسطين والصومال واليمن وليبيا وإلى آخره، ما في هدوء في شرقنا العربي. وبعتقد مثل ما كانت المكالمة الأولى اللي قبلك، فعلا محتاجين نرجع للرب، فعلا محتاجين نطلب وجه الرب.
وكمسيحيين طبعا محتاجين نتوحد ونحب الرب من كل القلب. يمكن انت اخ بكواي عشانك من خلفية اسلامية طبعا بحق لك هذا السؤال، ليه عم بيصير هذا الشيء؟ للأسف انه فعلا حتى بين المسيحيين كتير مرات في تفرقة. يمكن صوتك انت مع المكالمة اللي كانت قبلك، نصلي انه فعلا الكنيسة تتوحد. أمين. لما الكنيسة بتتوحد بيكون في وحدة بالكنيسة، في قوة، ولا ايش رأيك اخت أكيد. انصاف؟ ما هو الرب قال اذا تطلبوني بكل قلبكم، يعني ما كفر، يعني القلب كل المسيحيين يصيروا قلب واحد. بعيدا عن الطائفة وكل الأمور الأخرى، بس يعني واحد. فهوني الرب طبعا يقدر. وأكو فد صورة أنا أحبها دائما كثير، إحنا كلتنا يعني كمسيحيين في العالم نرسم صورة يسوع. أيوة. مثل هذا البازل، الـ 1000 بازل. يعني أيوة. إحنا كل واحد بينا هو قطعة. نعم. من هذا البازل. فلو كل واحد بينا قعد في مكانه الصح، رح نعكس للعالم الصورة الواضحة الغير مشوهة للرب يسوع. لكن لو كل واحد فينا حاول ياخذ أحسن مكان في الصورة، أو يعني أبرز مكان، بالتالي ما رح ياخذ مكانه في اللوحة، رح يكون صورة مشوهة. يعني صورة يسوع رح تكون مشوهة، لأنه كل بازل ما يكون قاعد مكانه الصح. حتى نقبل نقعد مكاننا صح، نحتاج أنه نتواضع ونعرف ماكو شيء إلنا. إذا إحنا كنا عندنا موهبة أو عندنا حكمة أو عندنا مهارة، فهي كلها من الرب، من عنده، حتى نخدمه بيها. يعني لأنه نحن به نحيا ونتحرك ونوجد بينه. أنا خرجت من يعني عريانا أتيتم بطن أمي، عريانا نعود، يعني مثل ما جينا طفل أموت أنا، يعني ما عندي شيء. فإذا كان عندي علم أو عندي حكمة أو عندي خبرة أو مهارة، فهي الله يعطيني إياها كوزنة حتى أستخدمها من أجل الآخرين، ومن أجل أن يتمجد الله في حياتي. لأنه هكذا يرون أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وحتى الأعمال هي ترى مو أعمالنا، لأنه قل نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها كيما نسلك فيها. يعني حتى العمل هو مو عملنا، هو الله أعده، إحنا فقط لنسلك فيه، حتى نسلك في هذه الأعمال. فأي فخر ما عندي وأي مجد ما عندي ولا أي امتياز ما عندي، صاحب الامتياز وصاحب الفخر وصاحب المجد هو يسوع. فلو أنا مسيحي أعرف هاي الأمور وأخذ وضعي الطبيعي في اللوحة، العالم رح يشوف صورة واضحة لشخص الرب يسوع المسيح. يعني ثلاث أشخاص في الحلقة ذكروا كلمة الوحدة، الشخص اللي قرأته عنه من العراق، من العراق، والشخص الأخ اللي من خلفية إسلامية مكواي، والأخ الثالث الأخ أبو أشور. يعني كلهم حكوا في نفس الصيغة. في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية بقول في إصحاح 3 آية 26، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. فمن هذا الكلام الكتاب بيعلمنا إنه إحنا واحد في يسوع المسيح. فالشرط الأساسي للوحدة إن نكون في المسيح، يعني مؤمنين بالرب يسوع المسيح. ولما الروح القدس بيكون ساكن فينا، فطبعا بيأكد على هذه الوحدة. وأي اختلافات تانية مش يعني جانبية ممكن نتغلب عليها إذا في نية إنه أنا عاوز فعلا أكون في وحدة الجسد الواحد. قبل شوي عفوا ذكرت أنه إذا تواضع شعبي، فنحتاج أن نكون متواضعين. أيوة. في عندي مكالمة من إيران، إذا ممكن أخذها أخت إنصاف. من العراق، آسف. أخ صفاء تفضل، أنت معنا على الهواء. سلام الرب لك أخ نزار، وإلى الأخت ست إنصاف، وإلى جميع مشاهدي قناة الفضائية.
شكرا شكرا. تفضل اخ صفاء. تعجبني يعني انا في صراحه اليوم من ظهر في اشعر ان الهنا اله حي رغم هذه الظروف والماساه، ان الهنا حي ويفعل معكم ومعنا في هذه اللحظه في هذه الظروف الحرجه التي نمر فيها. هنالك ابناء كنيسه يصلون من اجلنا، يا لها فرحه انه هذه تذكرنا بعوده الابن الضال او ابن الشاطر الى الكنيسه. يعجبني قول دانيال في سفر دانيال حيث يقول: ذكرتني يا الله وما خذلت الذين يحبونك. هذه هي المحبه التي اليوم اشاهدها امام الاخ نزار معك ومع الاخت والست انصار. هذه هي الصلاه التي تذكرنا بما ذكره لوقا كاتب الانجيل وما الرسل عن يسوع حيث يقول: فقضى الليل كله في الصلاه. كان يسوع كثير الصلاة مندمج مع الآب، كان يوصي التلاميذ. هذه الصلاة اليوم اللي نحتاجها من عندكم في حرارة لتتفاعل كما يقول القديس يعقوب لنرى المعجزات. أخ نزار، نحن شعب مسيحي مسالم، نحن نساعد الآخرين، لم يكن لنا عداء مع الآخرين. هذه هي رسالتنا، هذه ما تعلمنا الكنيسة، هذا ما يعلمنا الإنجيل. لكن مع الأسف من كنا نحسن إليهم غدروا بنا ولا أعرف لماذا. لماذا؟ لو كنا قد أخطأنا في شخص معين كان من الممكن أن يكون خطأ اتجاهنا، ولكن كنا نحامل الآخرين بمحبة. هذا هو تعاليم يسوع، هذه ليست فلسفتي أنا أو فلسفة كنيستي، هذه فلسفة يسوع اللي علمها يسوع للتلاميذ وكنا ساري. الأخ نزار، في بدون مثاليات الصلاة هي المعجزة. احنا اليوم نمر في الأزمة، في أزمة صعبة بصراحة، صاحب متخوف، لأن أنا دائما أقول اليوم احنا لما حدث لنا لم يكن أمام دائرة أو مؤسسة معينة وراح نهزم هذه المؤسسة وتنتهي، لا، هذه في نصوص عند الآخر يعتبرها مقدسة وهذا رأي، نحن نحترم رأي الآخر. اليوم نحن لدينا خوف كثير من الرجعه بصراحه، لانه هنالك من يقول احتمال وراء 10 سنوات او 20 سنه او 30 سنه ممكن ان تتكرر نفس المساله. انا اقول لمن يقول لي ان كلامك صحيح 100%، لان هذه النصوص موجوده. أيوة. انه اهل الكتاب يدفع الجزيه ان يقتل. فاليوم احنا بصراحه نحتاج الى معجزه حتى تزيل هذا الخوف. نحتاج صلاة من الناس المجهولين اللي ما نعرفهم، اللي صار لهم أكثر من السنتين ونص يقدمون المساعدات والمعونة وشالونا من هذه الحفرة اللي أرادوا الآخرين أن يطمرونا وأن لا يكونوا نفس للناقوس ولشهود للقيامة، لكن بقوة الرب هنالك شهود للقيامة كما كانوا كما كان الرسل. هذه أيوة. عزيمة الكنيسة. اخ صفاء، فنحن نصلي. نعم. لا، بدي اقول انه وصلت رسالتك. انا بالعكس يعني فرحان كتير كتير انه وصلت رسالتك، لكن الاشي اللي لمسني جدا اخت انصاف في كلام الاخ صفاء، ومشكور جدا يا اخ صفاء، ذكر كلمة لمستني انه في خوف. نصلي من أجل الخوف. إنه حتى لو رجعنا، طب مين اللي بيدري بعد 10-20 سنة رح يطلبونا بنفس الشيء مثل ما حدث. الرب يكون معك أبو صفاء. أخ صفاء، هوني ذكر الخوف. نعم. والرب يسوع قال لنا في كتاب المقدس 365 مرة كل لا يوم تخف. لا تخف، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وعنتك وعضدتك بيمين بري. صح، إحنا عدنا كلتنا كبشر عدنا خوف، خوف من المستقبل، خوف من المجهول، خوف من نرجع لبيوتنا، خوف إنه نطلع بالشارع، خوف من كل شيء يعني. لكن لما نبدي يومنا مع يسوع ونقرأ أكيد كلمته أكيد. دائما نذكر كلمته. بحب أكد للأخ صفاء إنه في اجتماعات صلاة. أمين. خصيصا من أجل العراق ومن أجل سوريا. بحب أكد للمشاهدين إنه أعداد كبيرة عم بيصلوا
من أجل العراق وسوريا. أخذ مكالمة سريعة من الأخ نجيب. أهلا وسهلا أخ نجيب، تفضل. أخ نجيب أنت معنا على الهواء. أهلا وسهلا، تفضل. سلام المسيح معاكم. سلام المسيح معاك يا أخ نجيب. سلام عم خون يعني السلام فيكم. السلام فيكم. قال الرب يسوع نعم بعد ما قام بين الأموات دخل نعم على التلاميذ وقالهم سلام معكم. نعم هذا هو سلامنا، سلام الرب. سلام حبيبي المسيح. أهلا وسهلا أخ نجيب. أول شيء قلبنا وأريد أبين أنه مو بس يعني هسه صار اجتهادات عندنا، إلى أنه الاجتهادات عن المسيحية في العراق من زمان زرادشت. زرادشت قتلوا ملايين وملايين، بالأخص شابور الثاني 40 سنة كان اجتهاد عن المسيحيين، قتل من آلافات وآلافات المسيحيين، إلى أنه كان هم نفسهم من زرادشت يقولون قد ما أنهم نقتل من المسيحيين يصيرون المسيحيين أكثر وأكبر وأكبر وأعظم. فإحنا عندنا الحقيقة عندنا إيمان بهذه البذرة، أي بذرة توقع بالقاع بالأرض جيد أكيد أخ نجيب. وأريد أبين نقطة واحدة على السريع أخ نجيب لأن الوقت خلص. سريع داعش هي يد الله، يد الله في من أجل قصاصنا، بس من هذه اليد التي هي يد الله ما يطلع من عندها إلا الخير. إلا أكيد الله بحولها للخير. من هذا الدمار، هذا الدمار اللي صار على جماعتنا في العراق وفي الشرق الأوسط، إلى أنه الله عنده فكرة يبين أنه هذا داعش هذا هو الإسلام الحقيقي. ظهر محمد نفسه، ظهر جابوا حتى عندنا يعني مقابلنا. أخ نجيب ممكن أطلب منك تتواصل معنا المرة القادمة أخ نجيب. آسف أخ نجيب إذا ممكن لو سمحت تتواصل معنا في المرة القادمة، إذا ممكن هيك بتواني بسيطة رسالة أخيرة بتواني. اللي أرد أقوله لشعبي في العراق أنه رغم كل الظروف اللي إحنا نعيش بها من ألم ومأساة، لكن إلهنا حي وإلهنا يحبنا وهو موجود معنا. هو قال لا تخف، قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم. شكرا كثير أخت إنصاف، ربنا يباركي. وعلى فكرة يعني الأخت إنصاف بتعمل رحلات كثير للعراق، اللي بحب يصلي من أجلها وبحب يدعم خدمتها كمان يتواصل معنا. وإن شاء الرب يا أخت إنصاف أن نشوف يعني هيك يد الله رح تعمل. أمين. والله عم بيستخدمك ورح يبارك هالبلد. أمين. هذا بلد مبارك، العراق بلد. أمين. مبارك ورح يبارك. أنا بصلي من كل قلب أنك تكون استفدت، لكن استمر بالصلاة من أجل العراق.